سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. أهلا وسهلا بحلقتنا في المشاهد تي في. حلقة اليوم نخصصها لشخصية أثارت الكثير من النقاش ومن المتابعات لهذه الشخصية. يتعلق الأمر بسيد عبد الرحمن المجدوب أو المجدوب، يعني ما كاينش شي واحد من المغاربة أو في المغرب العربي لا يعرف عبد الرحمن المجدوب وأمثاله، حتى صارت يعني الرباعيات ديال عبد الرحمن المجدوب يعني يتحدث بها الداني والقريب والبعيد يعني منذ قرون خلت. ويعني المغاربة يعني الأغلبية يستشهدون بها وبأمثال سيد عبد الرحمن المجدوب. في هذا الفيديو البسيط غادي نحاول نسلط الضوء على بعض الأوجه من سيرة هذا المجدوب الذي دخل عالم التصوف. إذا كنا نسمع الرباعيات دائما يقفز إلى ذهننا عمر الخيام، الشاعر الصوفي الفارسي الشهير والذي أدت أم كلثوم رباعياته. لكن إذا انتقلنا من الشرق إلى الغرب وبالضبط إلى المغرب بلد الأولياء، سنجد يعني في المقام الأول صاحب الرباعيات سيد عبد الرحمن المجدوب. شكون هو هذا السيد؟ هذا أشنو دار؟ أشنا هي المسار دياله؟ الطفولة ديالته؟ وأشنا هي المواقف دياله؟ يعني هناك العديد من الأسئلة التي تطرح على هذه الشخصية. كترجع الكثير من المصادر بأن سبب تسمية ديالته بالمجدوب إلى ولي زرهون عمر الخطابي الزرهوني 1536، واللي كان من أبرز المعلمين ديال المجدوب، وهو اللي أمره باش ينزل لبلاد الهبط والاستقرار بها حسب ما تذكره يعني بعض المصادر. كتذكر هذه المصادر أنه فاق الأقران دياله، فقال له عمر الخطاب الزرهوني لا يبقى مجدوب إلا المجدوب، وأمرهم بتغطية رؤوسهم فتسمى منذ ذلك بالمجدوب حتى غلب اللقب على الاسم وصار حكرا عليه. خلال القرن العاشر الهجري والذي يقابله القرن السادس عشر الميلادي انتشر التصوف في المغرب بواحد الشكل كبير جدا، وهو يعني تصوف متعدد الأوجه والأشكال والأبعاد، واتخذ تجليات ومظاهر متعددة، منها الشعوذة وانتشار السحر والانتقاد السياسي والتوجيه والتعليم وما إلى ذلك. من هذه الطائفة الثانية برز اسم سيد عبد الرحمن المجدوب المتصوف الذي حمل قلمه ويعني صار في المدن والقرى والمداشر مسلطا سيف النقد ومنتقدا هذه المظاهر الاجتماعية والسياسية المنحرفة، داعيا إلى مجتمع جديد. من طبيعة الحال إذا كان هذا هو عبد الرحمن المجدوب ووصل إلى هذا الأمر، كيف كانت انطلاقته وكيف كانت يعني الأسرة ديالته وشكون باه؟ كان والد عبد الرحمن المجدوب شيخا صوفيا هو عياد بن يعقوب بن سلامة بن خشان، يعني ينتمي إلى قبيلة صنهاجة في الأصل، وفرجي دكان الموطن، تتلمذ على يد الشيخ إبراهيم أفحام الزرهوني تلميذ الشيخ أحمد زروق. في سنة 1506 المجدوب غادي تولد المجدوب في رباط تسيط قرب أزمور، ومن بدا كيكبر شوية حمله والده إلى مدينة مكناس
هناك يعني أقام في واحد البلاصة سميتها إركان، وهنا نشأ المجدوب في وسط صوفي محض، وتلقى تعليمه في مدينة مكناس قبل أن يشد الرحال صوب مدينة فاس. من طبيعة الحال في هذه المدينة ستتغير أحواله، وغرق في التصوف، وساح في الأرض كالمجاديف. من طبيعة الحال الكثير من المصادر تسكت أو التي أرخت لعبد الرحمن المجدوب عن تكوينه العلمي والمعرفي، وإن ذهبت بعض الشهدين أو بعض الآراء إلى أنه لم يرتقي في الدرجات التعليمية أو العلمية، وأنه يعني كان مكتفيا بالتصوف ولم يجمعه بالفقه والعلوم إلا الشيء القليل. على العموم يقود تتبع مسار شيوخه إلى الوقوف على الطريقة التي كان ينتميها، أنه كان شاذليا، وأنه يعني على الطريقة الشاذلية، وأنه تتلمذ على يد علي الصنهاجي الدوار المنتمي للطريقة الزروقية، كما تتلمذ على يد عمر الخطاب الزرهوني المنتمي للطريقة الجازولية. ومن كنجمعهم جوج، يا سواء الطريقة الجازولية أو الزروقية، فهي تنتسب في الأصل إلى الطريقة الشاذلية. إضافة لهذا الشيء، حرص المجدوب على التتلمذ على يد كبار المتصوفة ديال الزمن اللي كان، خصوصا في بداية يعني القرن السادس عشر أو النصف الثاني من القرن السادس عشر. يعني كان المغرب يعني تحكمه الكثير من الإمارات، والسلطة المركزية ضعيفة جدا. من بين هاد الشيوخ ديال التصوف نجد الشيخ أبو الروين السهيلي، وكذلك نجد الشيخ أحمد الشبيه، ونجد كذلك الشيخ الشهير سعيد بن أبي بكر المنشرزرائي، والشيخ جعران السفياني. بطبيعة الحال المصادر التاريخية تعود لتسميته بالمجدوب إلى ولي زرهون عمر بن الخطاب، الذي كان من أبرز معلمي المجدوب، وهو الذي أمره بالسفر والانطلاق في المغرب كما تقول المصادر. أمر آخر، أشنا هي علاقة عبد الرحمن المجدوب بالحياة العامة وبالسياسة وبالمجتمع المغربي في عهد من التشرذم، ويعني الولايات التي ظهرت هنا وهنا، ويعني غياب السلطة المركزية للدولة. بطبيعة الحال لم يكن المجدوب ما كانش من هذوك الناس اللي منقطعين على الناس، يعني يسكن بوحدو وغارق في التصوف والجدل بعيدا عن الناس. بحسب ما أورد المؤرخ بن زيدان، أن سيد عبد الرحمن المجدوب كانت له زوجات وأولاد وزاوية كيرحب بالفقراء والناس اللي كيجيو ليها من الغرباء ومن أبناء السبيل ومن العابرين، وكانت تقام فيها الصلوات الخمس، وكان مواظبا على الصلاة، وفي كثير من الأحيان أنه كان يباشر الآذان بنفسه إذا لم يحضر المؤذن. وتقول المصادر أنه إذا اجتمع أصحابه للذكر على عادة الفقراء ذكروا جلوسا، فإذا انزعج طلع عليه الدم أحدهم وقام أو رقص أسكتهم وفرق الجميع. احتكاك المجدوب بالحياة العامة ما كانش يعني مقتصر فقط على الزاوية الشاذلية أو الأسرة ديالته، بل كان منخرطا فيها بشكل كبير جدا. كان محتكا يعني ولصيقا بكافة مظاهر المجتمع المغربي، إذ عرف بسياحاته أنه كان سائحا وجاب ربوع المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يقدم النصح ويحض على مكارم الأخلاق،
كما انتقد الأوضاع السياسية نقدا حادا، ودعا إلى الجهاد لتحرير ثغور المحتلة من طرف المستعمر الإسباني والبرتغالي، ووجه سهام نقده لمظاهر التدين. يعني وجه كان يعني ناقدا لمظاهر التدين الشكل التي سادت في البلاد خلال هذه الفترة، أو بعض الممارسات الاجتماعية التي كانت كثيرة كما اليوم، السحر والشعوذة والجشع والطمع وزيد وزيد. كان سلاحه، السلاح الوحيد الذي كان يملكه سيد عبد الرحمن المجذوب، هو هذه الرباعيات الزجلية التي كانت تلقائية، والتي كانت تتضمن التصور دياله والمواقف دياله من القضايا التي كان كيطرحها، وهو ما جعله يعني يحظى بتقدير واحترام العامة والخاصة، وداعت شهرته وأصبح يعني مشهورا بشكل كبير جدا، بل وأصبحت يعني مدرسة تنحت على اسم سيد عبد الرحمن المجذوب، وتقاطر التلاميذ من كل حدب وصوب من أي بلاصة في المغرب بحثا عن هذا الرجل، وبحثا عن هذه المدرسة التي تعلم التصوف يعني بملابس عادية وبسيطة ودون لا سواق لا كما يقال، يعني ما كاينش بزاف ديال الزخرفة وديال التصنع، بل كان بسيطا جدا. نصل يعني بعد هذه الأشياء التي قام بها سيد عبد الرحمن المجذوب والدعوة إلى الجهاد، وكذلك النقد اللاذع سواء للسلطة السياسية التي كانت متدهورة، أو للوضع الاجتماعي الذي بان فيه أو ظهرت فيه مجموعة من المظاهر الخادعة كالسحر والشعوذة والكثير من أصناف ديال البهتان والنفاق والزيف، أن عبد الرحمن المجذوب وجه سهامه بلسانه ونقده الحار لهذه المظاهر. من طبيعة الحال هناك الكثير من الأساطير والكرامات التي تنحت على سيرة الرجل. توفي سيد عبد الرحمن المجذوب في يوم الجمعة في 9 ذي الحجة 1976 الموافق ل 26 ماي 1569 بمتشر مرشاقة في بلاد الهبط، وحمل يعني من الوفاء لهذا الرجل، أنه حمل جثمانه ليدفن في مدينة مكناس. بطبيعة الحال نظرا لقوته الاعتبارية وشخصيته شيدت عليه قبة، وضريحه اليوم يوجد ضمن ضريح السلطان المولى إسماعيل. بطبيعة الحال من كيموت الإنسان تكثر الأساطير وتكثر يعني القصص حول هذه الشخصية. بطبيعة الحال تناسلت الكثير من القصص حول كراماته وخوارقه، ورغم أنه كان بسيطا جدا كما تقول المصادر التاريخية، وكان يبتعد عن البدع، وكان فقط يبحث عن البساطة داخل شخصيته وداخل نفسه ومواقفه. مثال على ذلك يعني من الكرامات التي تحكى عنه، أن رجلا من أهل القصر كان كيسخر منه بزاف، وكان يصفه بالمجذوب عوض المجذوب، وكان يعني كيبالغ بزاف في الأدية ديالته، فإذا بالمجذوب يقف عليه ذات ليلة في المنام ونفخ على وجهه، فلما أصبح الصباح تحولت أثار النفخة إلى جدام سرعان ما انتشر في سائر الجسم الرجل، حتى نبذه أهل المدينة في ربض المدينة وخلوه معزول راسه حتى ما باش ما يعديش الناس الآخرين. يعني هناك الكثير من الأشياء التي يعني على حسب هذه الكرامات التي كانت
لدى سيدي عبد الرحمن المجدو، ولكن هناك نوع من المبالغة في هذا الأمر إذا ما عدنا لشخصيته الرئيسية على أنه كان بسيطا لا يحب الأدية، كان فقط يبتعد عن البدع، يبتعد عن الشعوذة، ويبتعد عن التدين المزيف وعن النفاق، لذلك كان محبوبا من طرف الجميع، ولذلك تكونت هذه المدرسة. هذه المدرسة بطبيعة الحال لم تنقطع في يوم من الأيام، وهذه من آثار سيدي عبد الرحمن المجلوب على أن هذا الزجل الذي ينتشر في المغرب جزء كبير منه يعود إلى هذه القامة، قامة سيدي عبد الرحمن المجلوب، وإلى تصوفه الحقيقي ونهيه عن المنكر عن طريق الكلمة، الكلمة التي تفضح والكلمة التي تنتقد الوضع السياسي والاجتماعي، كما حال الكثيرين من أهل الزجل والشعر والرواية الذين إذا لم يستطيعوا يعني أن يغيروا فإنهم يكتبون الكثير من مظاهر الزيف التي نعيشها والشعوذة والخرافات والسطوة والجبروت الذي يشعر به المواطن في كثير من الأوقات. نأتي إلى هذه الحلقة من حلقتنا على قناة المشاهد، كان معكم عبد الله الساورة. لا تنسوا دعم هذه القناة، في كثير من الأحيان أحاول تبسيط هذه الأشياء بلغة بسيطة غير معقدة وتواصلي أكبر، أتمنى أن تنال إعجابكم. كل المنى، وإلى لقاء مجتجدد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.